كنت، لكن نزلت فيديو قبلها. انا اول مره اسوي الجلتش يضبط معي للامانه، يعني حتى لو ما ضبط الحين ما في مشكله، لكن انا اقول لكم الصراحه يعني يا اخوان الشرح ضروري، يعني اذا كان الواحد اللي قدامك يشرح صح بالطبق صح، اما اذا جاء واحد شرح لك او شيء وما فهمت عليه هذه مشكله. انا الحين اليوم مع واحد ما ادري وش، والله ما ادري هل هو ايطالي او اسباني، لكن والله يا اخوان جلس جنب شخصيتي لين فهمني، لين فهمني الطريقه، وانا الى الان منصدم، يعني انا تبهذلت بهذله غير طبيعيه. الحين في البدايه طبعا انا ما ادري، كنت اشوف العيال يسوونها بس ما اسالهم صراحه، هم يقولون سهل سهل سهل، بس يحسبوني فاهم الوضع. اول شيء طبعا ان شاء الله يضبط معي، اذا ما ضبط معي اصلا ما راح انزل فيديو وبكتب شرح خاص. اول شيء نصوب كذا، نصوب وتصويب مع ال2 شيء طبيعي جدا، ونضغط اكس معها ونرجع على وراء، نرجع على شوي، اذا بعد ما رجع على وراء وقامت تزلق الشخصيه، شوفوا انتبهوا للنقطه هذه، الشخصيه اذا قامت تزلق كذا وش نسوي على طول؟ شوف الكاتب هنا كاتب لي رساله حتى يقول لك خل ال L3 اول ما تزحلق الشخصيه، ال L3 لفته يسار بيدك اليسار، وال R3 لفته يمين بيدك اليمين، وخل واحد من اصابعك على الاكس علق عليها كذا يضبط الجلتش. يعني انا عندي مشكله، صارت وين المشكله؟ صارت وين اني اروح اضغط الحين هذا هو دقيقه الحين خلني اسويه معكم ثانيه مره، بس لازم تكون بجرب الحين انا اشوف دقيقه بس لحظه لا وين المكان وينه؟ ايوه هنا ممكن، ايوه تشوفون على طول لازم تكون مع بعض. دقيقه لازم تكون مع بعض. شفتوا؟ لحظة دقيقة بس اصبر الحين L2 نصوب شيء طبيعي، انا بصوب نرجع ورا L2 كنا بنصوب زي نصوب الحين ومع الاكس نرجع لورا. اذا رجعنا ورا وحنا ضاغطين L2 طبعا شيء طبيعي حق التصويب، ومع المثلث عفوا مع الاكس، يا الله مع الاكس، اذا رجعنا ورا شوي بتكون الشخصية تزلق. أول ما تزلق L3 نضغطه يسار، نعلق عليه يسار، R3 يمين، ونعلق على الإكس. لكن يبي لها لخبطة شوي، يعني يبي لك أصابعك توزنها، مشكلة. أنا يا رب ضبطت معي، لكن شرحه هذا صراحة يعني للأمانة وش فيه ذا؟ إيه للأمانة شرحه أسطوري. سالفة ليش ما عاد زحلقت؟ ايش جابني هنا انا؟ دقيقة بس شفتوا نسيت اضغط. انا اذا ضبطت معي ماني مواصل، ماني طايح، تعبت ايدي صراحة. دقيقة انا اوريكم بس اطبق قدامكم. L2 شيء طبيعي تصويب مثلث، نرجع لورا. اول ما تزحلق الشخصيه ايش؟ L3 بيدنا اليسار لفه يسار، وR3 بيدنا اليمين لفه يمين. والله يعينكم عاد تحطون يا احد من الاصابع على الاكس، يعني ثلاث اشياء مره واحده، شفتوا؟ فايبين الواحد مثلا يوزن الجير او شيء. انا اشوف الحين ضايع ضبط بس لي دقيقه شفتوا؟ ها قدامكم الان، قدامكم ها شوفون ليش ضبط معي. والحاجه الثانيه يعني انا بعلق، ممكن اني افك اليد، ممكن اموت، المهم شفتوا قدامكم ضبط الان، ولا ينفرد شيء الله اعلم. وش نسوي؟ مثل ما قلت لكم انا المشكله اللي صارت معي في اني الف اللي هو في البدايه نصوب L2 شيء طبيعي، ونرجع على وراء. اول ما نرجع على وراء احنا ضاغطين L2 والاكس سوا، نضغط L2 اكس سوا. اول ما نرجع وراء على حافه الجبل
وتزلق الشخصية، تزلق كذا الشخصية وش نسوي مباشرة؟ ال 3 لف يسار، ار 3 اللي في يمين، شفتوا؟ ونحاول واحد من الاصابع يكون معلق على الاكس، بكذا يضبط الوضع. شوفوا الحين انا بكل سهوله الان امشي، لكن في مشكله ايضا، انا نسيت احط اللي هي الطاقات. اشحنوا الطاقات حقت بالذات اللي في النص هذه حقت اللياقه، اشحنوها شحن صح يعني عليكم فيها، حطوها كلها اصفر واكلوا لحم بالجيم عشان سبحان الله ما تموت عليكم الشخصيه او شيء، سبحان الله زي كذا يعني. فانا والله شكلي بموت الحين لاني ما اخذ الطاقات، لكن نقول ان شاء الله ما اموت. بس شفتوا قدامكم الان يعني ضبط مثل ما قلت لكم، والله يدي راحت فيها اصبعي. مثل ما قلت لكم ركزوا على النقطه هذه اللي هي تلفون ال 3 بيدكم اليسار، وايش وار 3 بيدكم اليمين. يعني مثلا تحطون الابهام، تلفون الابهام يمين حق الار 3 وتضغطون، تضغطون على الاكس في الابهام. يعني انتم لافين الار 3، الله يستر فلت الار 3 اصبعي راحت فيها. يعني الار 3 تتحكمون فيه بال شو اسمه، الحين خلاص وصلت، تتحكمون بالار 3 بس بالابهام اليمين، تضغطون عليه وتنزلون ابهامكم على الاكس، يصير ضاغط انت الار 3 مع الاكس. شفتوا كيف؟ هنا الاشكاليه يعني، هذه المشكله. خلنا بس نطلع نروح المكسيك، شوفوا كيف يعني صراحه. وقبل شوي والله رحنا رحله المكسيك، خلينا رحنا لكندا تمشينا وعينا من الخير. لكن انا ما ادري هل اذا جاء كذا اوكي، لان قبل شوي كنت مع العيال، وخلونا بس نرجع الحافه، واعتقد اذا جينا الحافه خلاص يعني الامور طيبه يعني ما في اي مشكله. اي خلاص 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 خلاص، ها شفتوا يعني صراحة والله العظيم هذا النقطة هذه، معلش خليني احطها اعطيها، بس النقطة هذه هي اللي ما خلتني، ما خلت الجلد يضبط معي من 3 سنوات وانا احاول، او سنتين يا اخوان والله العظيم. مثل ما قلت لكم تطلعون طبعا، اعتقد مسدس واحد كذا طلعونه، طبعا انا شرحته وطبقته قدامكم، بس خليني اشرح بعد اخر الفيديو. تصوبون كذا، تصوبون طبعا التصويب لازم ال2، تصوبون ال2 وانتو تصوبون اضغطوا مثلث وارجعوا ورا. يا الله، وانتو تصوبون اضغطوا اكس، سوري يعني اضغطوا ال2 واكس وارجعوا ورا. اول ما ترجعون ورا على حافة الجبل وانتو ضاغطين ال2 واكس، ركزوا ترجعون على وراء او تزحرق الشخصيه. اول ما تزحرق الشخصيه، انا بعطيك نصيحه، اول ما تزحرق الشخصيه طبعا ابهامك اليسار لفه يسار ما في مشكله. المشكله ايش؟ مشكله في الاكس والار 3. ايش تسوي انت؟ تحط ابهامك على الار 3 تلفه يمين وتنزل ابهامك على الاكس، خلاص تصير ايش؟ اول ما تزحلق تصير لاف في ال 3 بابهامك اليسار، وار 3 والاكس منزل عليهم الابهام اليمين، يعني ال 3 يسار والار 3 يمين، وتصير معلق على الاكس مع الار 3 خلاص، وتعلق لين تجي زي الحين كذا. اعتقد يعني انها واضحه، ابشرح بعد بعيد ثاني مره، يلا بعيد ثاني مره. الحين اذا جينا نصوب ضروري نحط ال2 التصويب صح، ضروري حنا شيء طبيعي هذا عارفينه. ال2 نصوب، نصوب ونضغط نعلق على الاكس ونرجع ورا، شفتوا زي كذا نرجع ورا على حافة الجبل طبعا. طبعا رجعنا ورا احنا وش مسوين؟ معلقين على ال2 والاكس، رجعنا ورا. اول ما نرجع ورا، اول ما تزحلق الشخصيه بشكل سريع عندنا الابهام اليسار، لف 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 يسار ال3 بالابهام اليسار، لف يسار ال3 لفه يسار في الابهام اليسار اليد اليسار، والار 3 سوا مع بعض، والار 3 بابهام لليمين وننزل ابهام لليمين على الاكس، يصير الار 3 نازل على الاكس والابهام مغطي الار 3 والاكس، شفتوا؟ مع بعض لين ولا تفكونها الثلاث اشياء هذه.
ال 3 ايش قلنا؟ ال 3 وال ار 3 والمثل وال اكس خلاص نطلع زي السلام عليكم. ولا عندكم مشكله؟ انا طبقت لكم، انا حتى والله متخوف اني ما اضبطه صراحه، لاني بعد ما شفت الشرح الاشكاليه عندي وين كانت، في ايش الاشكاليه كانت عندي، ما مضيع يعني، ما ادري اني لازم الف ال 3 يسار وال ار 3 يمين، ما ادري وين حاطني، لكن الحين فهمتها. وبنزل حتى شرح كتابيا كتابه تحت الفيديو هذا. اتمنى يكون الفيديو ان شرحي ما قصروا الناس كلها، بس اتمنى اني انا كان عندي اشكاليه، ولا كنت اعرف اول مره يضبط معي قلت اليوم، ما كنت اعرف الشيء ذا، وكنت احس بان قنبله ذريه اخوان، بس عقب ما فهمت الشيء هذا بس اشياء بسيطه عرفت لها. والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله يا رب اكون افدت ناس ما كانوا يعرفونه يعني زيي. ويعطيكم الف عافيه وفي امان الله، وراح انزل كتابه تحت الشرح ايضا.